معانا خبر ربما يعني يصيب البعض او المتابعين او كثير من المتابعين بالحزن. النهارده اعلان وفاه فجر اليوم الشاعر العراقي الكبير الاستاذ كريم العراقي عن عمر يناهز 68 سنه، حسب ما اعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافيه عارف السعدي. قال سعدي على صفحته الرسمية في فيسبوك: أنعي لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أبو ظبي. الفنان أو الشاعر الكبير كريم العراقي كان مرتبط ارتباط كبير جدا بالفنان الكبير كاظم الساهر اللي جمعته بيه عشرات الأغاني اللي كتبها، وكانت علامات فارقة كمان في مشوار كريم العراقي ومشوار كمان كاظم الساهر، وكان بيعتبر بمثابة امتداد للشاعر الراحل نزار قباني بالنسبة للفنان كاظم الساهر. الفنان الشاعر الكبير كريم العراقي اتولد في بغداد سنة 1955 وحاصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد. الشاعر الراحل كريم العراقي اشتغل مدرس في مدارس بغداد لعدة سنوات، وبعد كده اشتغل مشرف متخصص في كتابة الأوبريت المدرسي. حصل أيضا على جائزة منظمة اليونيسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر من أعمال ديوان المطر وأم الضفيرة ذات مرة كمان، وضمن أعماله وسالم يا عراق والخنجر الذهبي والشارع المهاجر. يعني دي أحد الأعمال اللي جمعت الفنان كاظم الساهر مع الراحل الشاعر الكبير كريم العراقي. معنا للمزيد من التفاصيل حوالين مسيرة هذا الشاعر العظيم الأستاذ أحمد السماحي الناقد الفني. أستاذ أحمد برحب بيك. أهلا وسهلا بيكم، وعزائي لكل لأسرة الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي ولكل محبيه. أستاذ أحمد، قبل ما أدخل في علاقتك المباشرة مع الراحل الشاعر الكبير كريم العراقي، خلينا أسألك عن تأثيره وتأثير شعره في ساحة الغناء وتحديدا الغناء باللغة العربية الفصحى. لا، هو كريم العراقي للأمانة ترك بصمة كبيرة جدا جدا في تاريخ الأغنية الوطنية والعاطفية والإنسانية في العالم العربي كله، وغناء كبار المطربين العالم العربي لأشعاره بداية من الفنان الكبير وديع الصافي، الفنان كاظم الساهر، الفنانة ماجدة الرومي، الفنانة لطيفة، الفنان عاصي الحلاني، كبار ديانا حداد، فضل شاكر، كبار مطربين العالم العربي غنوا أشعار هذا العملاق الذي برحيله تنتهي صفحة من أنصع صفحات التاريخ الشعري الغنائي في مصر والعالم العربي. التعامل الشخصي أو المباشر ما بين حضرتك وما بين الشاعر كريم العراقي، يعني في حوار أجريته معاه في الأهرام، تقدر تقول لنا بقى عن تفاصيله الشخصية؟ والله بص، انا كريم العراقي كانت بتربطني بيه يعني علاقه لطيفه جدا، وعلاقه تقترب الى الصداقه، مش عايز اقول علاقه صداقه لكن علاقه تقترب الى الصداقه، لانه انا كنت من اشد المعجبين بكلماته مع تحديدا مع كاظم الساهر، لانه هو تعاون مع كاظم الساهر في اكثر من 100 اغنيه، فكان يهمني اعرف سر هذا الهارموني بين الاثنين وسر الصداقه وبدأت ازاي الصداقة، فده كان شغلني جدا جدا. وعندما اقتربت منه يعني ابسط مثال، لما قلت له استاذ كريم انا فلان الفلاني وعايز اعمل حوار مع حضرتك، قال لي انت فين؟ قلت له انا في الاهرام، قال لي هاجي لك الاهرام. والراجل جالي الاهرام وعملنا حوار لمجلة الأهرام العربي، وكان قبل ما انتهي الأهرام، فكان حوار ساري جدا جدا. بعد كده عملت له عدة حوارات، لكن هذا الحوار تحديدا لأن احنا كنا الأول مرة بنتعرف ببعض، فكان لاحظت ان هو قد ايه مهرع في الحس، قد ايه حساس. عندما ذكرت له قصيدته بغداد العراق بكى، وبكى بحرقة، وكان يعني حقيقي أنا صدمت بمشاعر هذا العملاق الشعري، يعني صاحب أروع الأغاني اللي رددناها كلنا، أنه يكون بهذه الحساسية المفرطة لدرجة البكاء، يعني فاجأني حقيقي. يعني كان ليك عنوانة كده للحوار أستاذ أحمد: كريم العراقي يبحث عن أغانيه الضائعة. كنت تقصد إيه بأغانيه الضائعة؟
لانه هو في يعني ما اعرفش الكلام ممكن اقوله ولا لا، بس هو كريم العراقي لانه عمل الحان اغاني كتير جدا، كتب اغاني كتير جدا، بس بسبب الخلافات اللي كانت بين العراق والكويت فكانت اغانيه ما كانتش بيتكتب عليها اسمه، فكان فبيضطر ان هو حرام يطلع معايا في حوار صحفي يتكلم عن هذه الاغاني لانها كانت دايما تنسب لاشخاص اخرين، لدرجه ان هو معايا في اكتر في حوار مثلا قال لي على اغنيتين مهمين جدا 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 في مشوار المطربه العظيمه لطيفه اللي هي قول ان شاء الله ان شاء الله ترجع ليا، واغنيه كرهتك اللي هي ضميرك مزيف، الاغنيه العظيمه دي، وقال لي كلماتها، وفوجئت بعد كده ان يعني الاغنيتين دولت طلعوا باسم شاعر خليجي كان مشهور في فتره في بدايه الالفينيه يعني سنه 2002 2003 يعني. فده عشان كده انا عنونت العنوان ابحث عن قصائدي الغنائيه، هو كان بيبحث فعلا ان هو اغانيه واشعاره ان هي الناس تبقى عارفه ان هو صاحب هذه الاغنيات وهذه الأشعار، لدرجة أن حتى من أحد أجمل قصائده لا تشكي الأيام لا تشكو جرحا، ده القصيده ديت غناها الفنان العظيم كاظم الساهر في مسلسل اسمه المسافر، كان بطوله كاظم الساهر، وبعد سنين طويله يعني السنه اللي فاتت اعتقد 2022 غنت المطربه الكبيره اصاله هذه القصيده باشعار بالحان الموسيقار الخليجي طلال، وقدرت تبقى هو كان كاتبها بشكل تاني مختلف يعني، لانه كانت القصيده دي عزيزه عليه جدا، وكان كتير قوي من الجمهور وكتير قوي من الناس بينسبوها للمتنبي او بدر شاكر السياب او غيرهم من الشعراء. يعني دائما المعاناه تكمن وراء ابداع الشعراء. الاستاذ احمد السماحي الناقد الفني، انا بشكر حضرتك جدا، ويعني كل التعازي لاسره الفقيد الراحل الشاعر الكبير العراقي كريم العراقي.